المشاهدون والمشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأسبوع في ساعة. ضيوف هذه الحلقة لليلة الأستاذ محمد المترجم المختص في الإعلام والاتصال، أهلا وسهلا. حياك الله. والدكتور جاسر الحربش كاتب الرأي في صحيفة الجزيرة، أهلا وسهلا. مساكم الله بالخير. مساك الله بالنور. والكاتب في الشأن العام الأستاذ عبد السلام اليمني، أهلا وسهلا. وأيضا معنا الدكتور محمد المطلق عضو مجلس الشورى سابقا، أهلا وسهلا دكتور. حياك الله. شكرا. أهلا وسهلا بهم وبكم أعزائنا المشاهدين والمشاهدات الكريمات. وإلى موضوعنا الأول، شهدت العاصمة الرياض الأسبوع الماضي حراكا سياسيا متسارعا، حيث استضاف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في إطار العلاقات التاريخية والثنائية بين السعودية من جهة وأندونيسيا والعراق من جهة أخرى. ولفت سيلفي للملك سلمان والرئيس الإندونيسي الأنظار، إذ أكد خلاله خادم الحرمين أن مكة والمدينة بلد لكل المسلمين. أنا سعيد نرى بعيد، وإن شاء الله أزور إندونيسيا وأشوف أخواني وأبنائي هناك. Saya sangat senang sekali pada hari ini dengan adanya dengan presiden. Kemudian saya berharap, insya Allah berharap, insya Allah pada suatu waktu dapat berkunjung ke Indonesia untuk bertemu dengan saudara-saudara Indonesia. Indonesia beradab. Indonesia merupakan negara kami juga. Saudi, Mekah, Madinah, beradab semua Islam. Dan Saudi, Mekah serta Madinah adalah negara semua orang Islam. فيما ناقش الطرفين في جلسة مباحثات تم عقدها لاحقا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. في الجانب الآخر، وقعت السعودية والعراق 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم في سياق استثمار الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. فيما أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن السعودية تضع كل إمكانياتها في خدمة العراق. أستاذ محمد، أنت رجل مختص في الاتصال، يعني شفت السيلفي اللي عمله رئيس الإندونيسي، يعني من وجهة نظرك كيف ترى تأثير مثل هذا السيلفي على الشعب الإندونيسي؟ يعني حديث خادم الحرمين الشريفين الموجه للشعب الاندونيسي، كيف ترى تأثير هذا الحديث في الأوساط الشعبية في اندونيسيا؟ أول شيء، المملكة العربية السعودية لها مكانة كبيرة لدى الشعب الاندونيسي باعتبار أنها حاضنة لمكة والمدينة، واعتبار أنها يعني قبلة المسلمين، واعتبار أنها من أكثر الدول التي تدعم الدول الإسلامية وقضايا الدول الإسلامية في العالم، فلها يعني مكانة كبيرة جدا لدى شعوب كافة الشعوب الإسلامية وأندونيسيا بالأخص في هذا الإطار. الشعب الأندونيسي من أكثر الشعوب استخداما للشبكات الاجتماعية، هم الذين يرفعون الهاشتاج حق رمضان كل سنة في تويتر، من أكثر الدول الإسلامية اللي متواجدين خصوصا على شبكة تويتر هم الأندونيسيين. في أرقام معينة؟ والله ما عندي أرقام معينة، لكن أنا أعرف أنه كل سنة مثلا الهاشتاج حق رمضان هم اللي أو أي قضايا إسلامية يكون عدد كبير، هم عدد كبير جدا ونشيطين جدا في شبكات التواصل الاجتماعي. فمثل هذه الرسالة العفوية المباشرة اللي من رئيس من حساب رئيس الإندونيسي اللي وجه الخادم الحرمين الشريفين للشعب الإندونيسي، حيكون لها صدى كبير جدا في نفوس الإندونيسيين، خصوصا أنها كانت مترجمة، وهذا الشيء الجميل جدا أنها كانت مترجمة الرسالة. وهذه الأشياء اللي تخلو خارج الإطار الرسمية والبروتوكولات عادة يكون لها يعني أصداء طيبة جدا في نفوس المواطنين العاديين. جميل. دكتور جاسر، يعني 300 مليون نسمة، اقتصاد صاعد أيضا، يعني إندونيسيا تعتبر من الاقتصادات القوية في جنوب شرق آسيا، كيف ترى أهمية بناء علاقة اقتصادية وسياسية أيضا بين إندونيسيا والمملكة؟ أنا أعطيها أهمية كبرى. أول حاجة، موقع إندونيسيا في المحيط الهادي مع ماليزيا،
هذه ركيزة إسلامية قوية جدا بين أستراليا ونيوزيلندا والصين، وهي أقوى دولة إسلامية، دولة صاعدة. تنسيق معها إذا أضيف له تنسيق المملكة العربية السعودية مع العراق وهي في جوار إيران وتركيا ومع مصر، بالإضافة إلى زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان باكستان والهند والصين، هذا الحقيقة يعطيك فكرة متكاملة عن سياسة المملكة العربية السعودية التكاملية مع العالم الإسلامي، العالم العربي، ومع العالم كله، اقتصاديا، ثقافيا، أمنيا. وبدون إندونيسيا المنطقة الجنوبية الغربية في المحيط الهادي من العالم الإسلامي وماليزيا تكون مكشوفة، مكشوفة للاقتصاد الصيني، مكشوفة لليابان. ولذلك التكامل الاقتصادي والثقافي والديني مع إندونيسيا أنا أعتقد أنه ركيزة مهمة جدا، لا يقل عن الاهتمام على التكامل مع باكستان مثلا. طيب ماذا يمكن أن نستفيد من إندونيسيا، وماذا يمكن لإندونيسيا أن تستفيد من المملكة؟ الأسواق أولا، تبادل التجاري، تبادل الخبرات، تبادل الثقافي، تبادل السياحي، بالإضافة طبعا إلى تسهيل أداء الحج والعمرة بالنسبة للإندونيسيين اللي يتوقون إلى زيارة الأماكن المقدسة ولو مرة واحدة في العمر. هذه كلها في منتهى الأهمية. التنسيق العسكري لا أدري، لكن ربما أنه لا تنسيق أمني، لكن التنسيق العسكري ربما في الوقت الحاضر خارج نطاق الاهتمام، لكنه في الطريق. جميل جميل. الأستاذ عبد السلام يعني أيضا كان من ضمن نشاطات الأسبوع الماضي في التي كانت حافلة الحقيقة الرياض، حافلة بنشاطات عديدة، أيضا زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وكانت أيضا زيارة لافتة وقع من خلالها أكثر من اتفاقية اقتصادية وربما أمنية أيضا. كيف ترى يعني تمتين العلاقة مع العراق في الوقت الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودي بس أخذ شوي عن إندونيسيا إذا سمحت. تفضل. رسالة الملك رائعة وبسيطة، تخترق الوجدان بدون أي حواجز، وأنا أعتقد أنها وصلت إلى 240 مليون عدد سكان إندونيسيا. إندونيسيا إذا رجعنا بس نبغى نعرف الاقتصاد، ترى هو اقتصادها يعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهي عضو في مجموعة العشرين، مؤسس في منظمة الأوبك، عندها موارد طبيعية. عام 1999 بدأ ينمو اقتصادها وسجل نسبة نمو حوالي 6%، وهذا يعتبر رقم. نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي وصلت إلى 47%، هذا يعطيك كمية القيمة المضافة، ما هي ليست رسوم، هي قيمة منتجة. هي في الناتج الإجمالي على مستوى العالم ترتيبها 18 والخامس عشر على القوة الشرائية، في القوة الشرائية. لذلك استثمار المملكة وتعاونها مع إندونيسيا، على فكرة نسبة التضخم ترى نازلة عندهم إلى من البطالة إلى 9% تقريبا. لذلك شراكات المملكة في إندونيسيا لها وجهات نظر أنا أعتقد بعيدة المدى، والاستثمارات في إندونيسيا والشراكة معها أعتقد أنها نظرة صائبة جدا. إيش أهم الاستثمارات اللي ممكن تكون المملكة في إندونيسيا؟ أعتقد في مجال الخدمات، في نستثمر في مجال الخدمات في إندونيسيا، لأن عندهم القوة الشرائية هي الخامس عشر. فالقوة الشرائية تجي من شعب حي نشيط يعني. إلى جانب استثمارات في مجال صناعة البتروكيماويات وفي مجال الإنتاج في الزراعة في الخدمات. فأعتقد المجالات واسعة تحتاج لها إلى بعض الدراسات. نجي للعراق، للجانب العربي اللي حنا نتمنى أن العراق إن شاء الله يتفوق على حتى إندونيسيا. العراق عندها عجز، عندها ميزانية مخيفة، يعني ميزانيتها 135 مليار وتقريبا دولار، والعجز عندهم أو 35 مليار والعجز 19 تقريبا 50%، 19 مليار دولار. نسبة التضخم عندهم عالية جدا والبطالة عالية، فهي تعاني. فأهمية زيارة العراق للمملكة
أن المملكة العربية السعودية، قيادة المملكة العربية السعودية وضعت على الطاولة مشاريع، وضعت على الطاولة اتفاقيات، وضعت على الطاولة مذكرات تفاهم، ليس من تحت الطاولة على الطاولة. وفي هناك تغيير غير عادي حتى في نمط الاستثمار، يعني بمعنى أنك ما عاد تدعم العراق من أجل رئيس معين أو حزب معين وصل، أنت الآن توجهها إلى الشعب العراقي. رسالة السعودية هي أعتقد أن الشعب العراقي فهمها، أنك أنت واضح ما عندك أجندات، أجندتك الوحيدة هي العراق، العراق ومصلحة العراق. الآن الشعب العراقي عليه أعتقد أنه فهم موضوع الأجندات اللي يمارسها بعض الدول وهم يعرفونها، اللي أسست لهذا الخراب والدمار على 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 الخارطة العراقية، وهي تعاني بنية تحتية متهالكة، عندها نسب تضخم عالية، تعتمد 95% من اقتصادها يعتمد على النفط، وهذا شيء يعتبر مخيف. الاستثمارات أو التوجهات السعودية اللي عملتها في العراق أعتقد أنها ستغير من معادلة الفكر العراقي، ويجب عليهم أنهم يعني أنا لما أقارن بين أندونيسيا والعراق، أنا في تاريخيا ومهارة الشعب العراقي وقوته وإرادته يفترض أنه على الأقل مماثل لما يحدث في أندونيسيا وليس متأخر عنه. إحنا نتمنى بإذن الله، نتمنى، وأنا سعيد جدا حتى بتغيير فلسفة الاستثمار، تغيير اللي تحدثه السعودية في فلسفة الاستثمار. وبنجي حتى على مصر، مصر عندنا 5000 مشروع قيمتها 44 مليار دولار، يجب أن نركز، هذا هو الصحيح، أنت توجهها إلى مشاريع، ما توجهها إلى يعني في السابق في اليمن دفعنا أعتقد مليارات كدعم، لكن ليست واضحة وضوح كمشاريع قائمة باسم المملكة العربية السعودية. الآن الشباب العراقي يفهم ماذا تعني المدينة الرياضية، يفهم ماذا تعني المدن الصحية، يفهم ماذا تعني المساهمة في إنشاء البنى التحتية. جيد دكتور محمد، يعني في النهاية العلاقة السعودية العراقية هي علاقة مصالح مشتركة، يعني أيضا بما أن العراقيين يطمعون في أن يحصلوا على مصالح معينة من هذه العلاقة، أيضا السعوديين يعني يريدون أن تكون هناك مصالح مشتركة في هذه العلاقة. هل تعتقد أن العراق جاهز في المرحلة الحالية لأن يكون شريكا كامل الدسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أظن أن الوقت قد حان فعلا لأن يكون هناك تفاعل إيجابي بين المملكة والعراق. كما تعلمون طبعا العلاقة تجمدت سنوات طويلة بأسباب سياسية بحتة، ولكن العلاقة اللي بين المملكة والعراق متشعبة، هي علاقات قبلية، علاقات قومية، علاقات جوار، 1000 كيلومتر حدود، تاريخ كثير مشترك. العراق والمملكة الآن هما أكبر دولتين وأهم دولتين في المشرق العربي. وضع العراق الاستراتيجي والجيوسياسي على المنطقة على مواجهة إيران مهم جدا للمملكة وللعرب جميعا. عملية الحد من الضغط الإيراني على العراق والنفوذ الإيراني في العراق مهم جدا، واجب قومي وواجب وطني، والمملكة هي الدولة المؤهلة عربيا أن تقوم بهذا الدور. هذه من نواحي، من نواحي اقتصادية، العراق بلد ضخم عنده ثروة بترولية هائلة لكنها غير مستغلة، عنده مشاكل اقتصادية كثيرة جدا، ولكن العراق أيضا سوق تجاري مهم للمنتجات السعودية. والمنتجات السعودية كما أعلم أنا مقبولة جدا في السوق العراقي، وحتى عندما كانت الأمور معطلة بين البلدين كانت المنتجات السعودية تصدر إما عن طريق الأردن ولا عن طريق الكويت، مما يصعب عملية النقل ويزيد من التكلفة، ومع ذلك هي موجودة بكثرة في السوق العراقي. إذا المصالح اللي تكلمت عنها هي مصالح مشتركة فعلا، هناك المصالح الاقتصادية مهمة والمصالح القومية والوطنية مهمة،
والجوانب السياسية والأمنية مهمة جدا. وأنا أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا فاتحة خير للبلدين، لأننا لا نستطيع ولا يجب أن نترك العراق لوحدها تواجه إيران، أو أن تكون في حاجة أن تتكي على إيران لأسباب كثيرة. نحن قادرون على نساعد العراق. استثمارات الآن وقعت 13 اتفاقية مهمة جدا، والمنتجات السعودية جاهزة أنها تذهب إلى العراق. طيب البعض يتخوف دكتور محمد من يعني الواقع السياسي الهش في العراق في الفترة الحالية، يعني وأنه ليس قادرا على مواجهة ندية الشراكة مع بلد بحجم المملكة العربية السعودية. المملكة ما عندها أجندة سياسية بشكل عام، وعلاقتنا بالعراق علاقة قديمة جدا، وكانت العلاقة بين مثلا إيران والعراق متوترة، وحرب طاحنة صارت بينهم. في المملكة تستطيع أن تتعامل مع الوضع القائم في العراق. الوضع القائم في العراق الوضع السياسي، المكونات السياسية هو وضع معقد جدا، وتم تركيبه بحيث أن يكون معقد ويكون دائما فيه عدم استقرار، لكن المملكة قادرة ويجب أن نتعايش مع هذا الوضع. ما دام أن الجانب العراقي تقدم إلينا ومستعدين يفتحون أبوابهم، فنحن نفتح أبوابنا. جميل. ونستطيع أن نتعاون مع بعضنا في مصلحة البلدين. جميل جميل. عندك إضافة دكتور؟ ربما عندي تكملة. بالنسبة للعراق قد أكون أفهم في الموضوع أكثر مما أفهم عن الوضع التكاملي مع إندونيسيا. العراق ربما بعقوله بآثار ثروته البترولية وثروته الزراعية هو أثر البلاد العربية، أكثر البلاد العربية ثراء على الإطلاق ما في شك، لكنه محاصر وينزف، محاصر من قبل الجارين تركيا وإيران، ومعزول عن الدول العربية. لا أظن أنها بسبب رغبة شعبية، وأن بسبب ظروف سياسية أتوقع أنها الآن في طريقها إلى الانحسار. وإذا ربما عدم الاستقرار طوال عقود في العراق ساهمت في هذا الأمر. نعم. لكنه ينزف ينزف بسبب الحصار وبسبب التضييق عليه. نأخذ مثلا مسألة التبادل التجاري. 40% من البضائع التي تدخل وتخرج من العراق تأتي عن طريق بندر عباس، عن طريق الميناء الرئيسي الإيراني. 40%؟ 40% على الأقل، رقم كبير. وهذا الميناء هو ميناء للتهريب وإدخال البضائع الفاسدة والتهرب من الضرائب. لا يدخل الحكومة العراقية من هذا الاستبدال التجاري شيء يذكر. ورب المخدرات أيضا والمخدرات أيضا. المنفذ الآخر هو عن طريق تركيا، والحدود التركية أيضا مخترقة عن طريق التهريب وعن طريق الفساد الإداري من الطرفين. الحدود مع سوريا طبعا كما تعرفون ليس للعراق الآن منفذ صحي تجاري اقتصادي وحتى ثقافي إلا مع الأردن، والآن انفتح لها باب جديد مع السعودية، وربما الكويت يعني في الكويت ضعيف يعني في نوع من التحسس حتى الآن، لكن إذا انفتح الباب مع السعودية معناته انفتح للعراق وللسعودية أيضا منفذ صحي على العالم العربي والإسلامي بالكامل. جميل. فتستفيد من جميع النواحي، ولكن الفائدة تراها مزدوجة. صحيح. هي ليس فقط السعودية لا تحتاج العراق فقط للتبادل التجاري الاقتصادي، هذا شيء مهم جدا لتشجيع الصناعة العراقية والسعودية، لكن للتبادل الثقافي ونزع الحساسيات التي تراكمت عبر 30 سنة التي مضت على مستوى الشباب في الرياضة وعلى مستوى الكبار. التبادل الثقافي في جميل الأندية وفي الشعر وفي اللقاء. سمس في إضافة بسيطة إن شاء الله أن نستفيد منها. في إندونيسيا كيف استطاعوا أن يحببون الشباب خاصة الجيل إلى الأعمال المهنية؟ جو في المدارس المتوسطة والثانوية، ففتحوا صالات في المدارس وبدأوا يعلمون الطلاب 3 حرف: النجارة والسباكة والكهرباء. فابتدوا هؤلاء الطلبة يتعلمون قيم ومحبة المهن. في نفس الوقت اكتفت الأسر بتكاليف إصلاح هذه الأشياء داخل المنازل. أتمنى من وزارة التعليم عندنا أن تستفيد من هذه التجربة. إذن فاصل قصير ثم نعود لكم.